في الصين، وبعيدا عن أخبار فيروس كورونا أو عن الفيروسات التي تحملها الخفافيش، لا تزال هاي الدول محط إثارة الجدل في كل شيء تفعله. هاي المرأة أو هذه المرة صراحة الأمر مختلف نوعا ما، بشيء يذهل العقل ويصيب الناظر بالصدمة. شلون؟ أيضا تداولت وسائل الإعلام والصفحات في منصات التواصل مقطع فيديو لتشييد وتركيب برج، وهو عبارة عن بناء سكني مكون من 10 طوابق. وما يذهل الناظر له أن البرج العالي الذي تم تشييده في إحدى المدن الصينية جرى في يوم واحد فقط. نعم، في يوم واحد، الأمر الذي أصاب الجميع بالدهشة والذهول. نتابع الفيديو، فيديو البناء السكني الذي أثار الجدل بين المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي. البعض منهم وصف هذا الأمر بالشيء الخيالي وغير المنطقي. نتابع المقطع ونعود من بعده إليكم مجدداً.